معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان دكتور أيمن العاني نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور أيمن. إذا تقرير القسم أكد استمرار القتل والاعتقالات، ما دلالات استمرار القوات الحكومية بهذه السياسة منذ 16 عاما؟ تحية لك أخي والمشاهدين الكرام. حياك الله. الجرائم من الحفاظ القائد بالذات بحسب ملحوظة هذا العام عن السنة التي وذلك يعني يعد مؤشرا خطيرا لتدهور السلم الأهلي المتهالك في العراق والذي يصل إلى درجات كبيرة. يعني العراق اليوم من ضمن 149 دولة هو رقم 149 من ناحية الأمن، وبذلك لكم أن يعني تعلموا ويعلم المشاهدون الكرام أن الذي يحصل في العراق اليوم هو انتهاكات تتراكم، وبحق العراقي الذي يدفع الثمن، وسياسات الحكومة الحقيقة قائمة على الأزمات كما يعني هو معروف عنها، وتبحث عن الكورة وتغذي انتشار السلاح في أوساط الميليشيات، بل ترخص القتل وترخص الانتهاكات لعناصر الميليشيات. بالنتيجة والإنسان العراقي هو من يدفع ثمن هذه الانتهاكات لنفسه وماله وبيئته. أيضا تضمن التقرير دكتور أيمن الحديث عن المخفين قسريا، يعني ما مصير هؤلاء المفقودين أو المغيبين ومن المسؤول عن مأساتهم؟ أخي الكريم، يعني إذا نجاوب من المسؤول عن مأساتهم، طبعا من الاسم المختفي قسريا هو المواطن الذي تم تغييبه من قبل قوة تابعة للدولة أو تعمل بترخيص من الدولة أو تمثل الدولة. النتيجة المسؤول عن هذه الأعمال هي حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. طبعا هنالك أدوات للتنفيذ لا شك، لكن المسؤولية لا تنتفي عن الحكومة كجهة سياسية آمرة لهذه الجرائم ومعطية للرخص كما ذكرت لارتكابها، بل بالعكس يتم تكريم المرتكبين كلما كان يعني في سجله جرائم أكثر من هذه الناحية، يتم تكريمه وتثبيته وإعطاءه يعني هذه امور معروفه في العراق، فهذه المشكله. اما بالنسبه ل يعني مصير هؤلاء فهم يعني اما يعني هو المشكله انه المصير في كثير من الحالات يكون قد صفوا ودفنوا في اماكن غير معروفه، او يكونون محتجزين في السجون الحكوميه السرية غير رسمية التي تم الكشف عن مئات منها العام الماضي، أو يكونون محتجزين لدى الميليشيات، وهذه طبعا يعني لا يوجد حتى تعداد لأماكن التوقيف التي تديرها الميليشيات في العراق من كثرتها حقيقة، وهذا دليل آخر على الكوبا الأمنية وانتشار السلاح وسطوة الميليشيات التي أصبحت اليوم سببا رئيسا في تدهور الوضع الأمني في البلاد. ايضا التقرير يعني اكد ان المحافظات المستعادة تشهد زيادة ملحوظة في معدلات الفقر والبطالة، لماذا تعامل هذه المحافظات بهذه الطريقة على الرغم مما تعرضت له في أثناء الحرب؟
أخي الكريم، هو السؤال فيه جزء من الجواب. يعني لو لم تكن هذه المحافظات مستهدفة لما شن عليها الحرب، شنت عليها الحرب لما أصابها ما أصابها من صور صادمة لدمار هائل ومجازر بشعة بحق سكانها. باتت بيوت منازل المواطنين هدفا للقوات الحكومية وحلفائها، فأحالتها ركاما تضم آلاف الجثث، ولا تزال حقيقة في الموصل هنالك تقارير تتحدث عن وجود أكثر من 9000 جثة لا تزال تحت الأنقاض في المدينة، لم يتم رفعها لأن الحكومة في هذا الأمر بالذات لا تريد له أن يكون يعني ظاهرا وإعلاميا، لأنها تعلم أنها المسؤولة الأولى عما حدث في الموصل وفي غير الموصل من المدن التي أصبحت تصنف منكوبة بعد انتهاء الحرب. فهذا أخي الكريم، يعني البعد الطائفي حاضر أيضا في الموضوع. لا يراد لهذه المدن أن ترى النور من جديد، لا توجد أي عمليات إعادة إعمار حقيقية، لا توجد أي وسيلة للعيش ممكن للمواطن الشريف يعني يعمل فيها لكسب لقمة العيش بكرامة. هذا كله ضمن يعني مخطط أكبر مما يتصوره الإنسان العراقي، لأن المطلوب هو أن تكون هذه المناطق مهجورة خرابا يبابا كما يقولون. وهذه يعني ما نراه مع الأسف الشديد في مدن كثيرة من العراق. بل أزيد على ذلك أنه حتى من ترك هذه المدن اضطر إلى تركها وأجبر على تركها، قمر أو محظور العودة عليه، لأنه يعني ضمن المخطط يجب أن تكون هذه المناطق مهجورة. شكرا جزيلا لك من عمان دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين.